وهذه سيدة تقول: حدث نزاع بيني وبين أخت زوجي، وسعى بعض الأقارب بالفساد بيننا، فحلف زوجي بالطلاق ثلاثا ألا يدخل أحد من أقاربي الشقة التي نسكنها، مع العلم أننا انتقلنا إلى شقة أخرى، فهل يظل اليمين ساريا حتى بعد تغيير الشقة؟ إن قصد عدم دخولهم الشقة الحالية فلا يقع الطلاق عند دخولهم الشقة الثانية، أما إن قصد عدم دخولهم أي شقة فاليمين سارية، بمعنى لو دخلوا وقع الطلاق إن قصده، أما إن قصد التهديد فلا يقع وفيه كفارة، والله أعلم.